الكل يعرف الآن أن ليفربول تأهل بالفعل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على روما في مجموع المباراتين 7-6، ولكن كثيرين يتساءلون لماذا ذهب أحد مشجعي ليفربول إلى مباراة الأمس في الملعب الأولمبي بروما ببيجامة لسانتا كلوز أو بابا نويل. هذا هو المشجع ستيفن تومسون. بينما كان في مدرجات ملعب الأولمبيكو في روما، ربما لا تظهر البيجامة التي كان يرتديها بشكل جيد في هذه الصورة. دعونا نشاهد صورة أخرى وأوضح له ولبيجامته. هذا ما كان يرتديه، كما ترون هي بيجامة حمراء مكتوب عليها سانتا كلوز. ستيفن شرح قصته على تويتر قائلا: ظننت أنني وضعت تيشيرت ليفربول بينما كنت أعد حقيبتي للسفر إلى روما، ولكن اتضح أنني وضعت بيجامة اشترتها لي أمي في الكريسماس. وهذه صورة له وهو أرفقها طبعا في التغريدة، يبدو فيها أنه استمتع برحلته إلى روما بالرغم من ارتدائه لبيجامة بابا نويل. نحن بالطبع لسنا متأكدين أي تيشيرت كان يتوقع أو كان ينوي ستيفن أن يأخذه معه إلى روما، ربما كان شيئا مثل هذا التيشيرت، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك ربما تخطئ مثلما أخطأ ستيفن. على أي حال وبغض النظر عن التيشيرت الذي ارتداه ستيفن بالتأكيد طبعا استمتع بالمباراة، خاصة بعد تأهل فريقه للمباراة النهائية، مثلما استمتعت الجماهير المصرية على المقاهي لمشاهدة نجم المفضل محمد صلاح أو مو صلاح وهو يساهم في صعود ليفربول إلى المباراة النهائية. دعونا نشاهد هذا التقرير كيف بدأ المشهد في مصر في متابعة المباراة. ما بشجعش ليفربول، بس بشجع ليفربول من ساعه لما محمد صلاح لعب في ليفربول، وكنت بشجع محمد صلاح لما كان بيلعب في بازل، وكنت بشجع محمد صلاح لما كان بيلعب في تشيلسي وما كان في روما. صلاح لاعب محترم ودول لاعب ان شاء الله يبقى اكبر لاعب في العالم. السودان كله بيحب محمد صلاح اوريدي، يعني الواحد بيجي عشان محمد صلاح عشان يبقى صلاح يعني، لكن الكره الانجليزيه طول عمرها معروفه، لكن محمد صلاح اقوى حاجه في البلد هنا. تحس ان الناس كلها بتتفرج على البطوشه دي عشان خاطر محمد صلاح. بتلاقي الناس سبحان الله بتلاقيها من جميع الدنيا كلها، ما بيبقاش في مكان محمد صلاح بيلعب تلاقي الدنيا كلها مصر كلها بتتفرج عليه. ماتش عادي في الدوري المصري في اي حاجه تاني بيبقى الاقبال فيه ضعيف بسيط، ما بيبقاش هو الاقبال اللي هو بتاع محمد صلاح. نعرف من سيكون أو من سيلعب في المباراة النهائية في 26 من الشهر الحالي في كييف، هما ليفربول وريال مدريد. دعونا نلقي نظرة على أبرز الأرقام في مسيرة الفريقين. ليفربول فاز في البطولة طبعا بدور الأبطال 5 مرات من قبل، ولكن ريال مدريد هو الأكثر تتويجا 12 مرة. نجم ليفربول محمد صلاح سجل 47 هدفا في جميع المنافسات هذا الموسم، وتفوق على كريستيانو رونالدو 42، محمد صلاح 47، رونالدو 42. أما مدربا الفريقين فحظوظهما في المباريات النهائية كانت مختلفة تمام الاختلاف. زين الدين زيدان فاز في المباراة النهائية لدور الأبطال مرتين من قبل، ولكن المسكين يورغن كلوب ذاق طعم الخسارة في مباريات النهائية 5 مرات من قبل في بطولات مختلفة نتوقعها مباراة مثيرة في كييف. ولكن لمزيد من القصص الرياضية يمكنكم متابعة قصة أزمة النجم المصري محمد صلاح مع اتحاد الكرة المصري وأهم المستجدات بهذا الشأن.